ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ستي. اتفضل. تحياتي ليكي وللدكتور. شكرا. مريض السكر عسل الابيض بالنسبه له يعمل ايه؟ تمام جميل. حضرتك سكر من الدرجه الاولى ولا الثانيه؟ من الدرجه الاولى. طيب. يعني بياخد انسولين. بياخد انسولين. تمام. شكرا يا استاذ محمد. هو بالنسبه مثلا كنوع من الانواع برضه قلنا ان بيحسن ان في حاجه اسمها فيتامين بي. فيتامين بي الناس اللي عندهم السكر من الدرجه الاولى بيحصل التهاب في الاعصاب معايا من ضمن مضاعفات السكر الدرجه الاولى، فبيحتوي على نسبه فيتامين بي عاليه جدا، فبيحسن بالنسبه للاعصاب اللي هو زي التنميل او التخدير او الكلام ده كله. التنميل او التخدير بيحصل فين؟ في العصب. تاني حاجه مفروض ان العسل مهم جدا لو حصل ان اخذ كميه انسولين زياده وكان كانت سعرات في الاكل قليله، فبيحصل هبوط في نسبه السكر في الدم، فاللي بينقذه على طول ويحاول يرفع مستوى السكر هي معلقه العسل بالفيتامينات الموجوده فيها. لو بيتاخد بيتاخد جزء من وجبه، وليس احنا طول ما احنا قاعدين هنقول هناكل عسل، عشان كده الموضوع نفرق بقى. قيمه غذائيه عاليه جدا في العسل، بس مش معناه ان طول ما انا هقعد هاخد معاه العسل، كلها ليها حسابات وليها معايير او مقادير معينه. بس ممكن نستخدمه في الفطار الصبح مثلا، سي فطير مريض السكر بعد ما ياخد جرعه الانسولين بالنسبه له، هيفطر مثلا سي 5-6 معالق بليله اللي هو القمح مع كوبايه لبن عليه معلقه عسل ايه كبيره، يبقى اخد الفايده اللي موجوده في القمح، اخد الفايده موجوده في اللبن، اخد معلقه العسل. تمام. ممكن مع العشاء بالليل معايا لو نسبه سكر لحد ما معتدله بياخد مثلا كوبايه زبادي معليها معلقه ايه عسل. ممكن بالليل مثلا بياخد معلقه شوفان مع كوبايه الزبادي معليها معلقه العسل. ممكن الصبح ياخد معلقتين شوفان او 3 معالق شوفان مع كوبايه لبن معلقه عسل، وكل ده بالنسبه لك قيمه غذائيه. على الاقل ما نسبه السكر ما تيجي تقل مش هناخد حته شوكولاته، انا عندي معلقه العسل هيكون افضل. على الاقل القيمه الغذائيه اللي فيها هتكون عاليه. واحنا دايما نعرف دايما نتعرفوا ان العسل مسته ما بيتخنش، يعني عمر ما سمعنا حد تخن من العسل، تخن من الشوكولاته، من المياه الغازيه، من الفاست فود، من والله يعني فكره انه ساعات الواحده بتبقى نفسها في حاجه مسكره، تقول لك نفسي اكل حاجه مسكره فتطلب شوكولاته او تجيب جاتوه او بالنسبة تاكل بالنسبه لي معلقه العسل، فممكن تاكل معلقه العسل معلقه العسل محسوبه بالنسبه لي. يعني مثلا لو سيد معلقه العسل كبيره توصل حوالي 65 كالوري او 67 كالوري. لو خدنا قطعه شوكولاته قد كده ممكن توصل 200 كالوري. فكده خدنا سعرات اكتر معايا في سبب السمنه اكتر، على الاقل خدت حاجه معيار. وغالبا عشان عسل قوي ولازم، مش بقول لك لازم يعني طعمه قوي، بنكتفي بمعلقه ايه صحيح. عسل. اما الشوكولاته ممكن تاخد الكيوبس، هتاخد بعديها قطعه بعديها قطعه، لازم تخلص الايه البار كامل يعني. تمام. طيب والله برضو نفس السؤال، فوائد العسل الاسود هل من نفس فوائد العسل الابيض؟ احنا هو يعني هو العسل الابيض طبعا فوائده اكتر عشان يكون امين في اللي انا بقوله، بس العسل الاسود قلنا ميزته بس في موضوع الزنك والايه والحديد، عشان الناس اللي عندهم انيميا هنركز على العسل الاسود. طيب.